برحب بيك كابتن طارق يحيى في الاستوديو بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان. الان متواجدين داخل نادي الزمالك لرصد اجواء ما قبل مباراه الزمالك وطلائع الجيش المؤجله من الاسبوع 23 لبطوله الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على استاد القاهره الدولي. بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراه النهارده تحت قياده المدير الفني مستر اوسوريو. وبنتمنى ان اللعيبه حاجتين مهمين قوي، اول حاجه التركيز في الملعب والمسؤوليه اتجاه جماهير نادي الزمالك العظيمه اللي محتاجين نفرحهم من تاني بتحقيق 3 اهداف مهمين في مباراه النهارده، وايضا لتحسين وضعنا في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. ودلوقتي يا كابتن طارق معانا اعضاء الجمعيه العموميه هنرصد ارائهم قبل بدايه المباراه. برحب بيك وعايز اعرف منك النهارده انطباعك عن مباراه النهارده. زي ما قلت محتاجين 3 نقاط مهمين لتحسين وضعنا في ترتيب الجدول المصري، ومن ناحيه اخرى طلائع الجيش مباراه النهارده بالنسبه له مهمه جدا لانها مباراه مصيريه بتحدد وجوده في جدول الدوري المصري. ان شاء الله. تحياتي للكابتن طارق يحيى وضيوفه الكرام. احنا النهارده كلنا امل نعوض اللي فات مننا كله والاحتراف السليم ان شاء الله. الراجل ده كوتش كبير، استنى نصبر عليه شويه وعاوزين لياقه بدنيه كويسه عشان نقدر. احنا ده بيلعب بطريقه هجوميه كنا ناقصانا من زمان، فاحنا دلوقتي عاوزين اللياقه البدنيه كويسه عشان يقدر في الدفاع وفي الهجوم، وان شاء الله النهارده بدايه الطريق السليم عشان نعوض اللي فات كله. وان شاء الله زيزو وشلبي النهارده يحط كل واحد جول ان شاء الله، وربنا معاهم ان شاء الله وبالتوفيق يا رب العالمين ان شاء الله. برضه عايز اسال حضرتك، شفنا وجود فتوحه في قائمه نادي الزمالك، وفتوح طبعا من العناصر المهمه والاساسيه في الفريق، شايف النهارده ما مدى تاثيره في الملعب؟ ده مكسب كبير، ده احرف واحد في مصر في المركز بتاعه، ده مكسب كبير للزمالك، وان شاء الله الخير جاي جدا والخير اكتر. المعارين كله هيرجع تاني، وان شاء الله الزمالك السنه دي هنعوض كل اللي فات مع المدرب ده، ما نستغناش عن المدرب ده ان شاء الله، وكله خير ان شاء الله اللي جاي. لسه مستمرين يا كابتن طارق في لقاءاتنا مع اعضاء الجمعيه العموميه. برحب بيك ومبدئيا يعني عايز اعرف برضو منك ازاي لعيبه نادي الزمالك يستغلوا الفرص النهارده اللي تجيلهم في المباراه وينهوا كده المباراه من بدايتها. والله ان شاء الله يبقى في توفيق النهارده للعيبه ان شاء الله، بحيث ان الفرص اللي تجيلهم ربنا يسهل ويحرزوا منها اهداف ان شاء الله، ويكون في توفيق مع اللعيبه ان شاء الله النهارده عشان ناخد ال3 نقاط عشان احنا ربنا يكرمنا ونطلع في بطوله الدوري بتاع افريقيا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. طيب مين من اللعيبه اللي لو هتوجه لهم رساله يرجعوا لمستواهم المطلوب تاني تقول لي مين؟ والله انا اتمنى ان احمد سيد زيزو احس ان انا اشوفه زي الاول، لان انا بحس ان في عدم توفيق او عدم تركيز منه في الفتره الاخيره دي، فربنا يسهل ان شاء الله النهارده يبقى موفق ان شاء الله، هو كابتن شيكابالا كمان ان شاء الله.